السلام عليكم، مرحبا بكم مع بشرة كويزين. فيديو جديد، وصفة جديدة عواشركم مبروكة ورمضان مبارك إن شاء الله بصحة وسلامة والمغفرة. لا فيديو ديال اليوم عنده علاقة برمضان، نصب معكم الحريرة على الطريقة ديالي بواحد التدويرة غتعجبكم إن شاء الله. كنتمنى إلقاكم هاد لا فيديو في أتم الصحة والعافية، ونخليكم مع الوصفة والطريقة، وشكرا للمتابعة. بالنسبه للتدويره اللي غادي ندورو بها الحريره ديالنا هاد المره، انايا غندورها بالدقيق ديال الخرطال ولا ديال لافوان. حتى هو كيجي خفيف وزوين وصحي. غندوروها كيف ما كنديرو مع الدقيق العادي، نخلطوه مع الماء وندورو الحريره ديالنا حتى كطيب مزيان، يطيب هذاك الخرطال صافي، وكنقدموها كتكون واجده للتقديم. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وخليت لكم الراحة والهنا. عشركم مبروكة مرة أخرى، إلى فيديو قادم.